نروح بقى لشيماء وندخل على أوضة شيماء. ترجعي من المدرسة أو من الجامعة؟ خلينا في الجامعة. تعملي إيه بقى وما بترجعي؟ أقول لك بتعملي إيه يا ست البنات. ترمي هدومك على السرير وعلى الأرض. هدومك على السرير على شكل هرم أو جبل، عارفة الشكل الهرمي ده؟ دي هدومك اللي على السرير. تسريحتك مكركبة، ظرفة الدولاب اليمين مكسورة والهدوم متفعكشة، كم البيجامة مدلدل، رجل البنطلون طايرة في الهواء، شنطتك مفتوحة مرمية على السرير مليانة فتافيت وفرافيت، جزمتك مرمية فردة وفردة، شرابك في بطن الجزمة، وترجعي تقولي يا شيماء فين شراباتي؟ ما عنديش شرابات. هدومك فين بقى غير اللي مرمي على الأرض؟ متعلقة ورا الباب فوق بعض، بتستغيث لربنا، ماما ما تعرفش ايه النظيف منها من ايه المتوسخ. كوباية النسكافيه ومج النسكافيه اللي بتشربيه بقاله 3 أيام ما اتحركش من جنبك، مكانه الأثري، في موجود في مكانه الأثري، ولازق جواه بواقي نسكافيه وسايباه محنطاه جنبك. ده غير اللي واقع على الأرض، علشان ماما اللي بتخدمنا تيجي وتنظف كل ده وتقولك شيلي حاجتك من على الأرض، تشوحي بإيديكي وتقولي لها أرض الله واسعة. شيماء ده بيت بابا الفرعوني حبيبتي، بابا الفرعون الكبير، اللي ماما لو فضلت تزعقلك وتنظفلك هتأثر في طلبات بابا وتبوظ في وشه، نكد عليه، وده اللي احنا مش عايزينه، وهو مش ذنبه يبقى كل يوم نكد في نكد بسببك وسبب هدومك. أمال لو قلتلك بقى إن هدومك دي المفروض تغسليها وتنشريها وتلميها وتطبقيها وتكويها لوحدك، هتقولي لي ايه؟ عارفه المكوى؟ المكوى عارفه بيستخدموها ازاي؟ او ماما شايلاها فين؟ عارفه ماما شايله المكوى دلوقتي فين في البيت؟ جاوبيني لو انت شايفاني. لا يا شيماء انت مش عارفه ماما شايله المكوى فين. انت اصلا ما بتعرفيش تشغلي المكنسه بالكهرباء، ما تعرفيش، ولا بتعرفي تلمي السلك، ولا تفضي البوكس او البتاع بتاعها ده. تعرفيش، ماما بس هي اللي بتعمل. الموضوع يا شيماء مش سشوار وبيبي ليس وشعرنا و لا. في أجهزة تانية في البيت مفروض تكوني عارفة استخداماتها ازاي. ده في بنات بتسيبي الغسيل في الغسالة بالتلات أيام لغاية ما يعطن ويكمكم وريحته تطلع، تخيلوا؟